أربع شلاشين. رجعنا لكم مره ثانيه. اي حد عنده سؤال استفسار اي حاجه يحب يشاركها معنا خشوا على صفحتنا على الفيسبوك أربعة شارع شريف، وممكن تتواصلوا معنا من خلال الانستغرام شريف مذكور تي في. اهلا وسهلا بيكم. النهارده عندنا بصوا البرج، برج لا مش سيخ، ده برج حبيبي، برج الهامبرجر اللي جنبي شكله يجنن يا ولاد. ازيك يا فندم؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله حلو. كله حلو، كله جميل، كله لذيذ، كله الجو بقى حلو. الجو ابتدى يظبط الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يعني شهر مارس دايما بيبقى الجو فيه حلو في الحقيقه. جدا. طيب عايزه مقادير؟ يلا بينا. يلا بينا؟ يلا بينا. مقادير. اول حاجه عندنا للسيخ اللي قلنا عليه ده لتتبيله اللحمه، عندنا لحمه مفرومه طبعا فيها نسبه دهن عشان هو يبقى جوسي يعني. بصل باودر، توم باودر، ملح وفلفل، جوزة الطيب، ده للحمه. تمام. في للحاجات اللي بنقدمها جنب الساندوتش يعني بيبقى بصل وطماطم وكابوتشا. خلاص. عندنا جبنه سلايسز عشان البرجر، بطاطس محمره دي للتقديم، عيش كايزر، بصل مكرمل ده اختياري. وللصوص بقى اللي هو هنعمل بيه الساندوتش، مايونيز، كاتشب، خيار مخلل، بصل مفروم، خل، بصل باودر، ملح وفلفل. اوكي. طيب احنا كده شفنا المقادير. بس انا ما شرحتش للناس انت هتعملي ايه، ما فرجناهمش انت هتعملي ايه. ماشي. ما تفاجئوش. فاحنا ايه، خلينا كده نشرح النهارده احنا هنعمل همبرجر وايه، وهنعمل كورن دوغ كوري. بس هنعمل جنب البرجر بقى ايه حاجات نقدمها. تعالي نفرجهم للناس. ماشي. ده ايه؟ ده الهرم. ده السيخ. ده سيخ الهمبرجر. البرجر. همبرجرايه جبنايه. همبرجرايه وجبنايه. وجنبيه بقى الخس والحاجات اللي هنعمل بيها الساندوتش، وهو العيش. العيش اهو. والبطاطس إيه؟ المحمره معاه طبعا. ده ايه بقى؟ ده كورن دوغ. اللي هو اللي جواه جبنه وهوت دوغ. ماشي. وايه بقى الحاجات دي؟ ده بقى الصوص اللي احنا بنعمل بيه الساندوتش اللي انا قلت مقاديره في الاخر. ودي كول سلو هنعملها برده لو في وقت. في وقت. وعندنا بصل مكرمل، ده للناس اللي بتحب الساندوتش البرجر يبقى فيه بصل مكرمل. طيب عايزه تبتدي بايه؟ نبتدي باللحمه. يلا يلا بينا. قلنا مقادير. حاسب. قلنا مقاديرها. دي اهم حاجه يعني. اول حاجه هعملها هتبل اللحمه بجوزة الطيب وبصل باودر وتوم باودر. خلاص. وشويه ملح. ايوه. وفلفل. وشويه فلفل اسود. ماشي. خلاص. وابتدي اخلطها كويس كده. يبقى حطيها ايه؟ بصل باودر، توم باودر، جوزة الطيب، ملح وفلفل. وفي ناس ممكن تعملها على فكره ملح وفلفل بس. اوكي. لو انتوا مش عايزين طعم غير الصوص اللي انتوا هتعملوه يعني. ماشي. ناخد بقى الصينيه دي. دي؟ انا هنا جايبه بصلايه، انا عشان مش هعمل كميه كبيره قوي كده، جايبه بصلايه وحطها في فويل. يعني دي بصلايه متغطيه بفويل. مقطعينها بس سوا واحد يعني، مقطعين من نحط فيها السيخ. اوكي. او يعني الاعواد الخشب كده. ده كده واحد. عشان تمسك بس عليه. ماشي. ممكن نفتح الجبنه. مش بقى انت هتسويها هي بالجبنه؟ بجد؟ الجبنه ما تسيحش. ممكن لا هي هتسيح. عايز نسويها الاول لوحدها؟ طيب ماشي. ولا ماشي. نفتح الجبنه. خلاص مش مشكله. لا نسويها. خلاص. نسويها لوحدها عشان الجبنه ايه؟ تسويها في الفرن؟ لا سويها لوحدها عشان الجبنه. ممكن على فكره نسويها على النار وبعدين نحط جبنه وبعدين نعمل نفس الخطوه. اوريهم بس وحدها كده منهم. اوكي. احنا بقى بنشكلها على شكل البرجر. عايزينه سميك رفيع، ده حاجة بقى اختيارية خالص. ممكن تبتدوا تسووا واحدة واحدة على النار في طاسة من غير زيت ولا أي حاجة، تشووه وبعدين تقدموا كده. بالظبط. اهي كده. وطبعا ده المفروض يتحط في التلاجة شوية على الضم. بالظبط. بس احنا هنعتبر ان كل حاجة المفروض هيخش يتعمل الأول. هنتبله يدخل التلاجة نص ساعة عشان يمسك نفسه، بعد كده نعمله يا اما في السيخ وندخله الفرن، يا اما نعمله على الطاسه واحدة وده واحدة. احلى واحده واحده ونقدمه معاه شريحه جبنه وشريحه برجر. ماشي. انا كده خلاص. تمام. خلاص كده. ماشي. خلاص كده. تعالي بقى نعمل ايه الحاجه اللي بعدها؟ نعمل الصوص اللي هيتقدم جنبها والسلطه. احنا قلنا المقادير. احنا قلنا مقادير الصوص. طيب اقول للسلطه عشان نعملها معاها ولا ايه؟ كول سلو. ماشي. يلا. عندنا للكول سلو كرنب مفروم مع جزر ولبن
ومايونيز وسكر وملح وفلفل وبصل مفروم ناعم. بس هنا للصوص هناخد معلقة والخل الجميل بتاعنا. ادي كاتشب. خل قد ايه؟ ايوه بس كده عشان يبقى مزز كده. وادي مايونيز وعندنا شوية بصل بيفرق قوي في الطعم الفريش مع الباودر. وناخد الخيار كلام خل وناخد شوية بصل باودر احتياطي كده بإيه عزز الطعم. بس كده بس كده ده للصوص. ده يجنن طعمه لطيف. عايزينه أخف شوية ممكن نزود إيه سنة خل. أوكي خلاص فول سلو. ناخد الفول سلو مفيهاش بقى أي حاجة خالص دي. هاخد اللبن هدوب فيه المايونيز. ممكن تحطوا معلقه مستردة ده اختياري لو بتحبوا طعمها بس معلقه صغيره قوي. معايا رشه من السكر او عسل. اوكي سنه سكر كمان ومعايا البصل المفروم. اوكي بعد ما بنخلص الخلط ده بنحط الجزر والكرنب المفرومين وبنسيبها بقى في التلاجة تعيش حياتها مثلا ساعتين ثلاثة تشرب كل الصوص ده فبيبقى طعمها خطير. انت هنا حاطه بقى ايه؟ جزر. حاطه جزر وكرنب. الكرنب اكتر من الجزر ضعفه صح؟ اللي انت عايزه يعني. انا بالنسبه لي بحب الاثنين زي بعض كده. عملنا كوسلو عملنا الهمبرجر وعملنا الصوص اللي هو كده. عايزين نعمل ايه؟ الهوت دوج. فاضل بقى السوسيس. فاصل نرجع لكم مع فريده. خليكم معانا لو سمحتوا. رجعنا لكم مرة تانية. قبل الفصل عملنا التاور الهمبرجر او برج الهمبرجر وعملنا سلطة الكولسلو وعملنا الصوص اللي ممكن يتحط مع الهمبرجر وقلنا ممكن يتحط طبعا في سندوتشات. كل واحد بقى يغرفه بالطريقة اللي تعجبه. صح. فريدة هتعملي ايه دلوقتي؟ دلوقتي هنعمل كورن دوج بالطريقة الكوري. هقول مقادير. ماشي. كوباية دقيق، كوباية الا ربع لبن، بيضة، معلقتين بيكنج باودر، معلقتين سكر، نص معلقه ملح، فتات الخبز او يعني بقسماط مطحون خشن، زيت للقلي، وعندنا بقى انت تقدروا بقى تحطوا مستردة، كاتشب، الحاجات دي، وجبنه موتزاريلا وهوت دوج. بس كده نبتدي نعمل العجينه الاول. خلاص اول حاجه هاخد الدقيق كده. هي الفرق بينه وبين العادي ان ده بيبقى اتقل شويه. وهحط عليه بيضه. لا الاول هحط بقى البيكنج باودر وبعدين هحط السكر واخد رشه ملح كده. وهاخد البيضه كده. هنا حاطين زيت غزير. عشان القلي. وبتبتدي انزل اللبن باللبن تدريجيا لحد ما اشوف السمك بتاعها بقى لطيف ازاي. هنشوف مع بعض. خليه كده جنبنا. هتقلب. ماشي. هنا عندنا البقسماط ده بتجيبوه من عند العطار على فكره. ممكن بيكون اسمه بقسماط البانيه. ممكن كورن فليكس. اي المتوفر عندكم ممكن ما تحطوش حاجه خالص. وممكن بيعملوه هما ساعات بالبطاطس بيقطعوها كيوبس صغيره كده وبعدين بيحطوا بعد ما بيدخلوها العجينه يحطوها في البطاطس ويقلوها. طب دي عايزه لبن تاني. حط كله. عقبال كده هعمل ايه السيخ بتاعه. ادي عود خشب او يعني هدخل في ال الله تعدل بس كده. واحط جبنه
كده كويس ولا ازاي؟ حلو كده، حلو قوي. ممكن بقى نحطه في كوبايه؟ حط مين؟ انت هتروت؟ طب استنى معلش، خد المعلقه اهي، هكفه كده وخلاص. ماشي، احنا عملنا نص الهوت دوج وعملنا النص التاني الجبنه. الجبنه دي انا جايبه قطعه الجبنه الموتزاريلا على بعض ومقطعاها شرايح كده تخينه. خلاص عاملة كوبايه للاخر ولا نصها؟ لا مش لازم للاخر. استنى هنا الزيت، نجرب كده نحط اي حاجه. حلو جدا. بصوا هتعمل ايه؟ هعمل كده وخلي معلقه في ايدي عشان لو الكوبايه مش هتطول كده كده. انا كنت عايزاها كوبايه اطول خلي. اطول مش مشكله، هي المفروض تتغطى كلها. انا هعمل حاجه لطيفه جدا، بس انا رايي الطبق احسن. بصي ممكن ندحرجها في الطبق طبعا. بصي اديني كده اجرب اعمل حاجه وهاتيلي طبق تاني زي ده هعملها لك. لا كده مش هينجح قوي. شيلي البتاع دي خليها المعلقه. تعالى نحاول نعمل حركه كده. ممكن البوله فيها شويه عجينه نقعد نعملها نلخبطها فيها. هو سميك شويه وبعد كده هنغطسه في دي. بصي بقى حطي دي في طبق زي ده اكبر يعني. انا هجيبه اوكي. معانا طبقنا اللي فيه المنديل كده اتملت كلها صح؟ من هنا لهنا على الزيت. بعدين اهو حاسين ان هي طويله قوي صغروا الخشب. هو انا عاود الخشب عندك مقص؟ مقص هناك لان العود ده عايز تصغره؟ ما مش هيخش في الطاسه. لا بيتهيألي هيدخل فيه. لا اوكي عايز يصغر حته صغيره خالص. ماشي مقص اهو. اوكي كده عملنا بايدي الثانيه. ممكن اعمل واحد تاني طيب؟ وصغرها بقى دي عشان تدخل حتى في الكوبايه. على الزيت. وعلى الزيت فورا. بس الله على طول فكره فكيسه. على طول هتتعمل. هو السوسيس اصلا مسلوق؟ دي جبنه ايه دي؟ دي موتزاريلا جايبينها قطع على بعض. وايه؟ احنا خلاص بقى عشان دي كده اهي. الثانية هتبقى لطيفة. حمرت ده في ثانية، متاخدش حاجة. وبعدين نروح حاطينها هنا اهو. اهي كده. لغاية ما لونها يبقى ذهب يا ولاد. وتروح مطلعين. دي هتعجب صحابي الصغيرين قوي. ليه؟ ممكن تعملوها جبنة بس، ممكن تعملوها هوت دوج بس. بس كده. هجيب لك المنديل بالطبع. فريدة احنا النهاردة ما كلمناش في حاجة. ايه ده؟ ايه ده؟ لا انا اتعودت بقى خلاص يا شريف. هنتكلم في ايه طيب النهارده؟ زي ما انت. هنتكلم عن الحموات. يلا. طب بصي بقى. قولي. دلوقتي في حموات كتير ام الراجل وام الست بيتدخلوا في شؤون البيت زياده عن اللزوم. ويبقوا فاكرين هما كده بيعدلوا البيت، بس هما في الحقيقه بيخربوه. هما فاكرين ان هما صح بيفهمين اكتر او عندهم خبره فبيدوا رايهم بزياده. قصدك ادوا رايكم من بعيد. وانا من وجهه نظري ان البيوت اسرار، مش كل حاجه الزوج او الزوجه يروح يحكيها لامه. دي حقيقه. ما ينفعش في حاجات بينك وبين مراتك ما ينفعش تطلع بره البيت ولا لاصحابك طبعا ولا تبقى بينكم، بالذات الحاجات اللي فيها خناق. الخناقه لما بتطلع بره البيت خلاص كده بوظت الدنيا. هي بتزيد. اوكي الخناقه لما انت ما هو في الغالب امك هتدافع عنك، وفي الغالب امك هتدافع عنك فهتشعللك خلاص، او امك هتقول لك لا بقول لك ايه مش عايزين خراب بيوت، استهدي كده وعيشي ظل راجل ولا ظل الحيطه، فتخلي شخصيتك اضعف وتكسرك. صح. وانت نفس القصه هتروح تقول لمرات تقول لامك، فامك تقول لك ايه لا معلش ما انت برضه كذا وكذا وكذا واستحمل وكذا وكذا او تبتدي اي حد فيهم يدي نصايح تودي بقى في حته ثانيه. فهو تزود فعلا الموضوع.
سر البيت ما يطلعش بره البيت. صح، احنا اتربينا بصراحه على كده، سر البيت يفضل جوه البيت يحلوا مع بعض. صح. في المشاكل، في المشاكل وانا شايفه يا شريف في كل حاجه يعني بصراحه، او كل حاجه، او لو انا، بص يا شريف، يعني لو انا طلبت النصيحه اسمع من الاثنين عادي، ما عنديش مشكله. انا ما طلبتش حاجه، مش المفروض ان انا اروح اقعد احكي واخد النصايح وابتدي اطبقها، فاهم قصدي؟ انا لما اصحابي المتجوزين بيتخانقوا في الحقيقه بيحكوا لي انا، اصحاب ما بيحكوش مع ان انا ضد ده برضو ساعات، ما بيحكوش لاهاليهم، انا محايد، فاهمه؟ فلا هاخد صف ده ولا ده، وهقول وانا مشهور عني، انت عارفه الصراحه، هقول رايك انت في وش الاثنين، في وش الاثنين، ولازم لو اتنين حكوا لي لما نقعد، نقعد احنا الثلاثه. صح، عشان ما اقعدش معاها لوحدها، هو الواحد من وجهه نظره، احنا الثلاثه ونقعد نتكلم، نطلع كل البعبيع اللي في الحاجات. صح، وبعدين نبتدي ايه على رواقه كده. صح، ولو انت غلطان قول انا اسف، لو انت غلطانه قولي انا اسف. الموضوع على فكره سهل جدا، ساعات بيبقى الموضوع كله عند اصلا يا شريف، وكل واحد لما بيتكلم من وجهه نظره بس بيبقى شايف نفسه طبعا صح. لما بنقعد بقى مع بعض ونبتدي نطلع الكلام ويبقى في طرف محايد، بنبتدي نشوف مين اللي غلط في حته معينه، مين بس ده لو المشكله كبيره قوي. صح، لكن المشاكل الصغيره وتتحكي، اولا الاهل بيشيلوا، يعني انا وهو خلاص اتصالحنا، هما بقى بيفضلوا عندهم حته كده ما بينسوهاش، لو فاكر لما عملت فيك، او هو يقول فاكر كده يعني. صح، وانا كمان ضد انهم يفتحوا موبايلات بعض او الفيسبوك او الباسورد، يعني يبقى مع حد، ده حاجه خاصه، مفيش بقى حاجه اسمها اصل انت هتاخدي هتتجسسي على جوزك او جوزك هيتجسس عليكم، يبقى انتوا اصلا مش مستأمنين بعض، يبقى في حاجه، في خطا ما. فان انتوا تفتحوا بقى فيسبوك ولا واتساب ولا وات ايفر لبعض، انا بشوف برضه دي غلط، مش صح، بتزود الطينه بله. هي فكره الشك اصلا، شك بالظبط، انك تشك يعني انهم يشكوا في بعض، فدي حاجه مش لطيفه، دي حياه مش حلوه يعني، خالص، حياه مريضه، وهيفضلوا بقى كده طول العمر. فايه، ادوا لبعض المساحه، مساحه، بس في نفس الوقت في صراحه، في وضوح، في حاجات، ويقعدوا مع حد، حركات من تحت البحر، ويقعدوا مع حد محايد، يوم ما بيحصل مشكله اقعدوا مع حد محايد، ادي احسن حاجه. صح. ميرسي يا فريده، فكرينا كده عملتي النهارده؟ النهارده عملنا سيخ البردر او يعني اي مسمى، وعملنا كورن دوغ بالطريقه الكوري، وعملنا كول سلو، وعملنا الصوص اللي مع البرك. ميرسي يا فرافير، نورتي كالعاده، اهلا وسهلا بيكي. خلونا بقى ناخد فاصل، بعد فاصل نرجع لكم مع كورال غنوه، بكلاسات غنوه شرعان، وهيعملوا لنا النهارده شو هيعجبكم او يخليكم معايا لو سمحتوا. اربعه شارع شريف.